شو در ابو محمد؟ شو دره؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. وتوني ناس من الركاد الساعه 10 كان حد يروم يرقد ليه الساعه 10؟ انا مشيت الفير وصليت وعينت من الله خير وقريت المسجات وردت تليفونات خاري ورديت ورقت مره ثانيه. اظني الشاشه مغبشه لان فنان حاط عويه قاعد ما يتشاهد احيي بالتصوير، ولا والله مصبح ويه فنان ورقم واحد. وصراحة دق تليفونه المرأة طارت عماركم وهرت علي سيارة لندن طارت عماركم أغلاين بيع السوق رقاد ليه ما يوجه في الدنيا العودة كله فيه إلا راقد وناش وناش وراقد. يعني ما بيجي من استرالي حين حد يقولي والله الكبر شين إنسان من يكبر ما يقهر هكذا زين شو أسوي عاد. باب عسل، السلام عليكم، كيف حالك؟ بخير؟ جبت رطب اليوم؟ من وين؟ سمسم مال امس؟ هالطويل اصفر؟ وين مكانه؟ لا انا اريد اشوف ماما. ماما مال هو من وين؟ نخل من وين؟ من وين يجيب؟ ايه تعرفني. هذه طالت اعماركم جتنا اتصالات من العين. خل خنيزي لا اصفر اصفر. هاي ما في ريدي، وين يجيب انت رطب؟ ثاني وين؟ ثاني هاي كيف يعني تخارف انت منها؟ هذا بعدها ما قاضت. والله لا اله الا الله، كان شيء بعد ما صبغ زين ويقير. هذا ابوي ها تعال تعال، هذه خلاصه ها. ليش هذه بادي تبشر؟ هذه ها وهذه فيها ها، ليش ما شليت من هاي الخلاصه؟ وهاكي هاكو عج كامل فوق. هاي بعد بكره شلك ولا شيء؟ ليه اليوم ليش ما شليت؟ اليوم انا فكر ماك زياده انا شوي شو ما شاء الله. هاي السكريه من العجائب ما شاء الله. ها تعال شوف تعال، هاي لازم يريد غسيل بعد انها العنكبوت. عندي عنكبوت ما في معلوم؟ رش مش متى وين رش؟ ليش ما سويت رش؟ انا الكلام هذا اليوم هذا شدا. ها شوف كله عنكبوت. كلام اليوم رش. ما شاء الله تبارك الرحمن، النخل السنه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كلنا نعم ما شاء الله. خليني ندفع تبلع اصدقه السائر والياء اللي يبي يحش اللي يبي يحش منهم. ان بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، حصلات نبات في خيط. هذا نبات شامبي، هذا نبات شامبي اللي نبت. شو ما شاء الله ما شاء الله، تعيدون الليتات مالات ما شاء الله. بكره كامل لي بسلم شوي بكره كامل لي. لازم تنفض العلج انت، هذا تنفضه خربان يطيح، باقي زين يتم. شو مشكلة انت؟ هذه طلعت اعمالكم العنبره، هذه من خيار النخل ما شاء الله تبارك الرحمن. عنبره يا عمر، هذه العنبره تكون بعد ما رويناك من عنبره. عندي هنتين ما شاء الله في المزرعة. اشتغلت عند بنشتغل عند ناس في أظني في الساد، عندهم حوالي 1200 خلة. كل قال لي الفورم قال لي أصبح يشتغل في النخل، قال والله بس أنا أنبت وأحدر، أنا ما خرف غيري اللي يخرف. هاي الخشكارة ما شاء الله تبارك الرحمن. وهاي عنبرة ثاني بعد يسمى عنبرة المدينة، شوف ما حد أحجامها ما شاء الله. عجب العجب هذه ما شاء الله عجبة. أما عاد الحجب العجبة الحقيقية فهاي نادرة. شوف ما شاء الله، واحد يبشر الخلاص ما شاء الله. Thank you.
قيض ابو ظبي، ابشر بقيض ابو ظبي، ابشر بقيض ابو ظبي. ابو ظبي قابت، ابو ظبي قابت، قابت ابوي من الواهي لياكم كم يوم. نحن ما حد ابوي الحمد لله سلمنا، ردينا عقبوي عقب ما وقف الواهي. هي عقب ما وقف الواهي حنينا اللي قبل ابوي الحين بردنا ياكم الواهي ردينا. لكن شو نسوي؟ قلت له حيل من عنده حيلة فليحتال. هي من عنده حيلة فليحتال. هي والله هي الحين قايد عاد الخنيزي، الخنيزي الخنيزي غني يا ليل. هي الحينة الخنيزي هذا أنسب وقت له وألد وقت حينة. هذا غاية الخنيزي ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد مغوفرة شكلها ولا هي لونها أصلا من الأساس دبسية، تبين كأنها مغوفرة وهي ما بمغوفرة. ربكم يلي تعبدونه يعني أنا ظاهر من لو من لوهي خاري، من لوهي خاري ظاهر يا الدنيا خاري تتوهي. وحين يوم دخلت تحت زراعة يلنا براد إلى أبعد الحدود. والسبة طالت عماركم هالرذاذ من بعد الله سبحانه وتعالى هالرذاذ. شوفوا ما شاء الله والسبة هالرذاذ. ثلاث دقايق كل نص ساعة، أول ثلاث ساعات لين الساعة 12، لين الساعة 12 كل ساعة خمس دقايق، وعقب الساعة 12 كل نص ساعة ثلاث دقايق. أول أربع ساعات الصبح، أول ثلاث ساعات كل نص ساعة، كل ساعة ثلاث دقايق أو خمس دقايق، وعقب يستوي كل نص ساعة ثلاث دقايق. أول ثلاث ساعات كل ساعة خمس دقايق، وحينه من عقب الساعة 12 كل نص ساعة ثلاث دقايق. لذلك تشوفون ما شاء الله عليهم غير قيلة بخير وسهالة. أدري بهنها ضببت ما بليد حيلة. أنا روما أصور لكم تليفون لبج ضوء، تليفون لبج ضوء. جهنم غادي، جهنم جهنم. إيه تليفون لبج. إيه والله حر التليفون. ما شاء الله ما شاء الله. هالهمبا هاي الهمبا ألفونسو عندي. هذه الهمبا الأولي أول ما سكنت البيت تعبت ويهدت ومرضت، يهدت ومرضت، تنش وتتعوكز، تنش وتتعوكز، تنش وتتعوكز وتتعوكز وتنش. والحمد لله رب العالمين الله نجاها من الليهاد ومن الآفات والحمد لله. قاوت لين الحين مجاوية، لين الحين مجاوية. هل باللومي لا تستعيلون، هل باللومي لا تستعيلون، لتعسفون هلوميكم الحين. السفو طالت عماركم خلاف. السفو يوم في أول شهر 8 بعدكم من حين شهر، شهر 7 هذا طوله، شهر 8 يعسف اللومي غاية اللومي في ماء وزود حمض وزود ريحة. هي حين لا تستعيلون عليه، استعيلتوا عليه ما شي فايدة، استعيلتوا عليه ما شي فايدة. هي لحد يستعيل عليه حين ما شي فايدة، تفلسون بتفرطون من الشيس والقراطيس. يي صلاح حاشر الدنيا دق على التليفون الثاني 100 مره من الحين. وانا مسوي صاوخ وهو يتهندق يطير وجه. بيصير اليوم الصالون، بيصير الصالون، يصير حمام العافيه كل خميس يصير الساعه 11 لازم يكون هناك اول واحد اول ما يفتح حمام العافيه اول واحد يستقبله صلاح. او تدرون من كم سنه صلاح في حمام العافيه؟ حوالي 18 الى 20 سنه من أول ما فتح حمام العافية وصلاح عندهم. زادها الله مبارك لهم، الله مبارك له. السناب والتصوير والكلام اللي أنا أقوله هذا مستوي لما أسبوع من سبع سنين لو ثمان، وصلاح يصير حمام العافية أكثر من 15 لو 18 سنة سبحان الله. ومن ابتدأ يصير عندهم لين يومكم هذا ما تدحلق ولا سوى صنفرة ولا مساج ولا أي شيء، ودفع بيزة واحدة كل بلاش يسووا له، يحلجونه، يسوي له رويلات. هذا راعي المكان اسمه ابو سيف عادل، رجال طيب وخير كريم ويحب صلاح محبة عينه من قبل السوشيال ميديا. ما يخص السوشيال ميديا، السوشيال ميديا الا البعض واليوم، وهو يحب صلاح من هاي السنين. بيزه ما تتخذوا عنه بيزه. الحين هذا لازم كله يتقطع الفيفاي والباقي هالي فوق كله بنقطع طالت عمال.
معاكم حق لاتشاء، احب اخبركم الطريقه والكيفيه ان شاء الله. بنخدم لكم اللاتشار كاشوفي يا عيشوفي، بنرويكم طريقه خدمه اللاتشار مره ثانيه. العام راويناكم والسنه بعد بنراويكم ان شاء الله. العام صورنا لكم الطريقه كامله والسنه بنصور لكم بعد الطريقه كامله. اللي سوى لاتشار الغض هب الاصفر، هذا الغض اللي بعده ما استوى، شيء رهيب، لا صار ولا استوى، يستوي غير نمونه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف الفيفا، مستر صلاح السلام عليكم. ما شاء الله حليله، شد خارف هو اللي انا بعد بلغوث نعشت عليه. ما شاء الله ما شاء الله، والله يا مرحبا يا مرحبا بريحة امي وابويا، يا مرحبا بريحة امي وابويا، يا مرحبا يا مرحبا بالمقبلي خالد وربع سالمين. حبني حبني الو ويحب ويلحق الحق الكبير. لو علي لو علي بديتك بديت امك وابوك واختك واخوك، اختك هاي اللي نحن ترى يا ابوي الاخت لين حمايه اخت. قلت موني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. انت ما بغيت تظهر اسمك الا قدام محمد عثمان. ايه اشوي هذا شو ولا والله ان هذا ها تو طلب البحر. اشوف تعال ياي. هلو صلاح. ها قم عاد قم عاد خلاص رد 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 علي رد علي. ايه خلي يدري ولا شله، خلي يدري شله شله. الله بس وقت عليك. طيب محمد الحمد لله. السلام الغالي، كيف الحال؟ نورت العاصمة. الله يبارك كيف انت؟ يا ابو عثمان يا مرحبا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. هناك شو مسوي هناك؟ شو مسوي بك هناك؟ كل رقاد. يا تعبان اشوف وياي. ها؟ يا مرحبا وسهلا. سامحني ابو عثمان يا من يومين وياي باللمبة وهاكوها. يا مرحبا وسهلا. لين الحين ما حد سكر. الحمد لله. كلت منه والله محمد مرتين. ما شاء الله. العافية ان شاء الله. تعال. احنا طالع عماركم على الرطبان وعلى هالرطيبات وهالهنيبيات وخيرات الله والفيفاي محمد هنا. اي شفتوا ما خلي يسوي لنا مشواي، يسوي لنا شيء كذا سمك شيء سمك. تمام خبرنا خبرنا بيتغدى برا. اي يعني حط عين على شيء صادق. وشفت السمك هذا بس هذا اللي هذا يا سيباس حق صدقون تنكسر شعري هامور. حد يسميها بقلة الطوعة وحد يسميها بقلة الدحالة، لكني ما أبالغ. قلت لكم شكر ومعيون، شكر ومعيون. إيه أرمس وترمس وتحجوا شكر ومعيون. كان سبحانك يا رب كان تستوي رطيبات هالنمون هاي اللي تشوفونها. شكر شكر شكر. هاي حقينا محمد ترى عزلها لنا اطونها تطحن. هذه العين هذه بشلتها والله خبره. تنقالي كم من حبه يا الله. وين اطحن والله الحين توني توني. لا والله ولا طاحت بطني. نقى حق لي اول شيء انا. هات هات السلام. زين اصبر عاد شوي اصبر. نقالي كم من وحده. بس خلاص اثنين زيات اثنتين ثلاث مبزيع السكر اربع رجيمه رجيمه في طنه بعد هذا. ايه شاف النار بارد. اه جاي بلا صلاح كذا معني. لا تبي مسج تبي تصير مصر انت؟ لا انت تخبو بالله روح اول بمسج. انا بسافر؟ لا انا انا تبي تسافر؟ ايه وين؟ بدي بصير ويا بدري مصر؟ ايه انا بوديك ماشي مشكله شي. أنا بودي بس إن مصر؟ عندي شنو بدي وحنا هناك؟ إيه بابا خلي يجي هذا يجي بابا أنا خلاص يجي تعال أنتوا كلكم ثلاثة الحين يجي. إيه صراحة يبي يصير مصر محمد شنو بدي وحنا؟ إيه من زمان ما سافر. أنت أنا بعد أنت بس ها؟ كان الأولي هاي إيه توثاني أنت تو؟ لا تعال شو مشكلة صلاح معاك اليوم؟ شو هي؟ أنا أقول الحين شوية يجلس. لا بابا يا أبو خالد. شو بلا؟
قول اجلس شوية وبيروح. وين؟ بيت. لا بقوم هذا أولوش أولوش. معنا هليجي أسوي سوال دروس ما تركه. حس مرنزي تريا منها. شو خبر الحمد لله. أنا شيء خصني تقول تبى تسير. تبى تسير مع السلامة. ثاني مرة لا تينا نحن. ما بين الخميس وبابا. خلاص خميس اليوم عندنا خميس نحن. نسير تبي اليوم؟ إيه. يلا. بوسة. حبك العافية. يومين. ليلتين لو ليلة منهل. يوم السبت. إيه. باكر باكر الجمعة. إيه. يوم السبت برد إن شاء الله. يوم واحد بنصير نتعشى في دبي مود باكر. بنعيم من الأخير. بس بيت وخال وخديجة. بس إذا بتتو سنو. شو؟ على هواك. برنامجنا طالت اعماركم كالاتي: في احتمال ان شاء الله تاريخ 13 نسير صلاله نجلس 5 ايام انا وفريق العمل كامل زين، وبرد من صلاله بنجلس 5 ايام بنسير لندن. شبعان زي. انا شبعان ليش؟ طيب وايد طياره بلاش بلاش هي بلاش شيء سيره فلوس انا ما داني داني بوسي هي وتحمد محتر يعني حلقة شبعان شبعان ايه شبعان عندك يا ناصر هذا من الحسد شو الحسد انت ناصر الله اكبر كان حد هين عقب سير العوده شهر كامل بتمتح شهر اي لسنتيني عند الحر الا عند خديه وعند بدريه يا غدايه عشان كل ثاروا هدية بتسافر السودان لا وبدرية بتسير مصر فبدرية بتسافر مصر وفاطمة بتسافر مصر يجلس إيه التهني في النصيفة بين الخدامات والدريولية حيحو حريمو وكرطب وكرطب ضرب رطب وبربربر ومشكلة أنا ما أنت الله أكبر الله محمد لي يطلع جلسانه هذا إيه يسوي النون وما يصنع سبحان الله ها هي انت الحين يوم انا محج كيف يا مس اقول لك يوم تمحد الخبز طيب الحلو او غير لكن مش كنت يطيب سبحان الله هي امسيه من يومي هنا ويوم مسني الخبز طيب وغير وكل شيء حتى سلام ما ابغى يسلم عليك بعد اي والله صلاح بخير انت اخي باروت غادي طبي السلام عليكم سلام بابا هذا من هذا من هو لا انا من بابا هذا ما انت الله يا جماعه ما شاء الله هديه ما انت اوكي هذا هديه ما انت هديه تي لا لا صلاح هذا باب عثمان هذا ما لندن عطري هدية حق محمد باب عثمان هذا الله يطمكم قاسة طب السود هذا حين ايه ايلس ايلس محمد وين ساير هذا باب عثمان ركب راي حسن حسن بابا بابا ولا ركب ودي ولا عطى 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 صبر والله لا يلطمك لطمة عليك شمك يا محمد شو بابا حسن هذا مال انت هدية خلوني هدية ابوي هدية مطرش من الشيخ حقه هو الحين خربان شو خربان باب ريموت ما خربان هذه ريموت اشوف حرام عليك يا صلاح حرام حق محمد عثمان لا مال هو مال هو لا يعني ما بتعطي محمد عثمان لا بلاش بلا قبل هو يقول انا بدل موبايل انت زين هذا مال صلاح او هذا ثاني ياك ترى موت يقول موت يب يب انا ابوك زاد حل ها بابا الحين بدل لا بابا بدل انت حاط النمط شوف ها وين دبي ما عنده ما يبي يصير حبيبي انا بس انت انا وانت من هد ايش بدي دايم الحين محمد ما بيصير ويا دبي انت ها ما بصير هذا بس يعني
بيسافر؟ ايه لازم بأمرك شوي يصير زرع ناقب يوم من الايام. محمد كيف يصير نعتبر ما كمل ست منيات؟ ما كمل سنة. ايه لأن الدريم الثاني دكير قام بشاير بيصير الحول. قلت اخاف هذا بعد كم سنتين يقول بسير. قلت ما دام انها كم بسير تسر حق مكتبنا. ايه. امس انجزنا بتاريخ 73. زي قريب يعني؟ ايه. شهرين قريب. ايه ما يقول له شيء والله ولا يقول له اي شيء. زين هذا ولا بيقول له شيء. ايه لو انا ولا انت والله لا ياكلنا مجلوب من هل مجلوب مجلوب المضرب. هات 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 لا لا لا. شوف محمد بيتروح شويه. تروح بنت. اه بنت اسمع اسمع شوف. ها شوف شو جاي؟ بيع. ايه بيع. شيل. ضحك. شيل. جيب 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 شيل 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 شيل. لا لا اذا باي ما راح اسال. وي. امسك ها. اذا باي. ها. يا الله يدخل الميزان. شوف شوف شوف. ما يبيع حليلك انت. بيع بيع. شيل شيل شيل. ايه يلا لا وي عطر يم البيزات بلي عطر الله اكبر نو نو صلاح يس ولا نو صلاح اه صلاح يس ولا نو نو خلاص خيبه امسك 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 شيل شيل صلاح صلاح بعطيك مضرب واحد بتعطيه ساره ساره السودانيه انا بعطيها واحد من عندي هديه هديه go to my room where the cabinet you will see one like that bring it يلا quickly صلاح اخر عرض الله كم هاي 100 دولار 100 دولار كامل كامل 2000 2000 شيل فلوس وشيل شيل فلوس وشيل اثر بس خلاص لا عينه في السحة وعينه في النحة. ها تعالي. هاي صلاح نمبر 2. ها رب العالمين ابدا الله سبحانه وتعالى محمد يسوقهم لي سياقة. صلاح رقم 2 والله. تكملت عند معازيبها في السعودية. How many years you stay in Saudi? 2 years. خبلت بهم تخبين. كلموني. أنا وين بتقهرونها؟ قلت لها أول ما جبتها خدي أختي. قالت لا هي ولا من يلس. هاي ما بصاحية. والله اني تعايت وياها هي والله وعقب ابدا صلاح رقم 2 لكن هذه حرمه هذه حرمه صلاح ريال ايوه شوف شوف تتشمت وتصفش والله ودتش على خيول الريول هي مالني هي هي الله سبحانه وتعالى قلت سوقهم لي سواقه حق صلاح لا الحين هي هي تدعو كذبه ما هو يدعو كذبها هي والله اي مشكله هي مشكله هي يا سلام يا سلام يا هي يا سلام يا سلام وصل وصل خير هذه هذا مضرب ها حق محمد عثمان الله شوف شوف وهذا ها حق ساره الله زين يا ساره السودانيه زين سودانية. هل حمر ما صلاح؟ دوك ود ود هنا ود هنا ود هنا. تقميزه؟ كله ودي ايه انس انس ها بعدين بعدين بسوي حق اسد تليفون يلا مع السلامه شلو ابوي عطرك انا ما يخصني ما حد قالك تعطي صلاح ما بيرد اسمه زهير هب زهير اسد اسد هات عطر مالي انا حطها نفسك قم والله ما تشوفه لا والله ما بيرد بس انه قصوبه تب على سيارة والله ما بتلحقها كوسار يبي يبي ما شافه
هذا طالت عماركم وقت زراعة الفيفاي اللي هو البابايا، وأحسن نوع اللي هو يسمونه الريد ليدي. ونحن نطلب طالت عماركم أونلاين ويجينا لين مكاننا. هذا العام طالبينها وتم تجيب بهالعلبة. صعوبة لين توصل تاخذ وقت. باليد أحسن من البريد، البريد يودون هنا الفحص وما أدري شو، كملت شهرين في البريد يلا يلا استلمتها. وهي هاي عبوة، هاي ممكن أظني كم من هالطلب دفعنا قيمتها، هاي كم حبة داخل الحين بخبركم، يمكن ألف بذرة. هذا داخل الألف بذرة يمكن أظني بخمسمية درهم ولا سبعمية درهم ولا مئتين درهم، والله ما أعرف. لكن هذا اللي هي الريد ليدي من أحسن أنواع الفيفاي اللي هو هجين. هجين هذا ميمع طالت عماركم عدة أنواع، وهذا راعي المزرعة روح مسوي النوع البذر هذا، وهذا منتشر على نطاق واسع في الكون كله. هذا أحسن أنواع الفيفاي لونه من 600. هاي 600 بذرة، ها 600 بذرة. كم خدناهن؟ خدناهن ب180 دولار. 180 دولار يعني تقريبا 200 درهم 500 درهم. ومن أي بلاد من هاللبنان احنا؟ من سريلانكا. يوجد في أمريكا، يوجد في سريلانكا على حسب، لكن النوع واحد والبذرة واحدة على حسب المتوفر وين، ويطار شو لك أونلاين كيفية الطريقة الطلب. وهاي تدخلون أونلاين تطلبون رديدي، تشوفون عاد أحسن الشركات وتطلبون روحكم، حسب ما يكون أنا مروج لحد مني ولا مني وخلاف حد ما يوزله. هذا تزرعون هالسنة الحول تاكلونها، زراعة تحيين في شهر 7 في جرين هاوس في غرفة مكيفة مش أقل مش أكثر عن 25 درجة الحرارة لمدة 4 شهور، لين شهر 9 تتظهر تتعرض للشمس شوي شوي عسب ما تيها لفحة شمس، عقب تتنزل في الأرض. الحين ناكل منها الريد ليدي. هذا شو الحجم محمد؟ قم شيل وحدة بالله عليك، بنروي العرب في الصورة. شو هذا؟ من الفيفاي هذا، ما شاء الله تبارك الله. هي شيلها هي. لا هاي أقول أصغر، خلاها بلا أقول أصغر. ها الله تبارك الله، هذه هذا حجمها، هذا شيء كبرها بعد بمرتين محمد هنا بعد. هي هذا حين هذا هي تقطع هي 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 هذا حين النكل طالت عماركم بعد تقريبا 3 أيام 4 أيام يتقين. لا بعد ما بارغ زين محمد، لازم شوية تهمد أخير عندي. رقم واحد أحسن أنواع وأقواها، لا تيها أمراض ولا شيء. هاي من نوع اللي تتحمل حرارة شمس لين 43 47 45، ما فوق ذلك ما تتحمل. فنحن نلحفها بشيت أو بين النخيل تعيش، يعني تحب الرطوبة وتحب المناطق الساحلية وتحب كثافة. هذا نفسه هي نفس البذر هذا. هي هذا نفسه محمد نفس الشيء. ها وين لا 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 هم سريلانكا. اسمه ريد ليدي، خبرناكم عنه وحين زراعته. والله يا محمد عثمان والله لو شفته قبل شويه يديه تاكله، الا فتح طاسه هاي الا فتح هذه. لا تحسب زق السبال اول. لا ماشي عندنا ترى ظهر شو اسمه حب. اي وحين شفته همبا ليش ليه غدا غدا ساعتين بهذه اقول له ها ساعتين بهذه شو تبع عاده نقالك على هواي بالغه بالغه ما شاء الله. هاي مره بتندحق صغير مسافه. هي بعطيك هنتين هنتين بلا. لا ما بقول لك واحده بس. لا لا اولي صفراء. لا ها محمد كلم بعدهن. هي هاي هنتين وكل وحده بغسلها زين محمد، وكل وحده منهن خير عن الثاني. الله هي الوالد الله يرحمها. الله يرحمه ويرحمته. اقول اسوي هات لها شو هي ريت في بالغه بلغه لا فقط العدو عين عين حد من المتابعين تظلك هي شوف الله عليك ما شاء الله. شوف من برا تنشاف خضرة هي لكن داخل طعم هي نمونته هذه. شوف الله عليك ما في إضافة شو يا سلام انت صغيرونه غير طعامه سبحان الله. ايه الحمريج عسلتي محمد. دوما اقول حق العرب اليوم بتزرعون زرعوا عده انواع في بيوتكم، لا تزرعون نوع واحد كل لحم. هي هي لحم والطعام ما في اللي مثل فين شعر شعريه لا عن شحميه عن غدا. اي بس عيب ما تبغى غدا. وهالسيباس راح بيسوونها لمنو الخفيف في العافيه. ما شاء الله
ما شي اقول لكم شراته هذا ماشي شراته البصره هذه بصره الرداد شو خلاص ماشي شراته بصره الرداد هذه تبرد الحين من تي عدال شير استوى المكان كانك جالس في خريف صلاله الله عليكم شوف السمن ما شاء الله شو ما شاء الله شوف ها كل شحم ريج شحم ريج ما شاء الله تبارك الله ها الو هاي حق داينا اليوم هاي غداينا هي هي حق المشواي هاي وحده حق منهل وحده حق محمد عثمان وهذا القبقو يا سلام يا سلام يا سلام يا قوب متشل لحم ريج هذا من اللي تشوفونه القبقو من هاي العودة منهل ياكل وايد هاي اللي صار حق محمد عثمان وهاي اللي صار حقي أنا علينا وعليكم بالعافية بس رقم واحد بس خلاص خليه يحطه في الثلاجة ثلاجة ثلاجة هاي هذا اللي مثل المشواي نغسلها لسمكة ونملحها بس كاملة يوم السمكة طرية طرية فريش هاي الساعة لازم ما ينفتح بطن هاي السمكة المشواي المشواي العربي هذا نمونته بس ملح ما ينحط أي شيء ثاني وياه نحن يوم نحصل طالت عماركم سيباس قبرصي سمين رقم واحد ناخذ كمية ونقرطسه ونحطه في الثلاجة ما نحط ثلاث والأربع ضربة لا كل ويبة بويبته ان بغيته فوق ان بغيته مشواي ان بغيته صالونة لكن نحن أكثر ما نستعمل المشواي سمك السمين وايد ما يضرها في الفريزر لو تكمل دهر ما يضرها تظهرها قبل الحشر بعشر اليوم تبقى مشواي باكر تبقى مشواي من اليوم تعطي الاوردر البيت يظهرون السمكه من الليل يظهرون السمكه من الليل طالت عماركم يخلونها على يم خلوها على يم بدون ما يودنونها بالماء لا خلوها على يم في البراد لين بالباكر باكر يوم عدي الضحى العالي اغسلوها ملحوها وشوها اما عن القبقوب طالت عماركم نحن القبقوب الاول في الوقت اللي خطف كنا على بحر ولا في على بر ولا ايا كان القبقوب طالت عماركم نحط له ريحه ملحه وكركمه وتمره تمره نحط فندوس سح هالمثل وملحه وكركمه غير ما شيء ويطبخ لين ينضى من ينضى يبان نص ساعه ربع ساعه بس من ينضى القبقوب اظهرناه وجلبناه ابوي على سرود وازم البيت يغاوي الدبان لين هذا من القبقوب ريج يسوي الذباب كويلين عليه من كثر من ريحة القبقوب هذا يوم اليوم اليوم الحافل بالقبقوب أما اليوم نحن طالت عماركم القبقوب هذا نظهر المقاريف المقاريف هاي كلهن والعضاعض كلهن خليها بس روحها نظهر القرف هذا نظهر نعقه وننظفه من داخل ونحط هاي المقاريف الواحد نقطع أربع لو ست قطع ونغسل زين ما كلهن حتى هاي نغسل زين ما زين نفوح مو كركم عقه يطبخ في المو الكركم لمدة أقل عن دقيقة ونرد نغسل أربع خمس وديات ثان مرة ثانية شو هن المقاريف هاي والعضاعض كلهن هدور مداد هاي كلهن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة حول عشرة هاي كلهن اللي تشوفونهن كلهن قصر ونخلي بس القبقوب روحه نعق القرف عنه ونغسل زين ما زين ونحط له زبدة ويا ثوم وكزبر وندخله في الفرن من يحمر اظهرناه وكلناه شوربه مقاريف اللي هن العضاعض وهاي العضاعض اللي تشوفونهن وهذا كل حمه روحها بس تكون هاي وجبه رئيسيه هذا يوم القبقوب هذا حين ما تطور ولا الطريقه الاوليه جدر كم كبار يمزرون ماء عقوا في فندوس سح وملح وكركمه يطبخ وبعد يجلبوا بويه مشخله وحطوه تموا يتكسكسوا به ويسح ياكلونه بس هذا هاي وجبة القبقوب الحين غير كراب سلط كراب سلط. أنا في البيت ما بسوي كراب سلط
القبقوب بسوي هالنمونة، وساعات نسوي بعد ديب فراي نجليه ديب ديب مقلى 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 حاف يغني بعد فنان وغاوي مليون لطريقة وطريقة، يعني كل إنسان حسب رغبته. أما المشواي طالت أعماركم نحن هاي طريقة المشواي، مشواي عربي يجولبون اسمك فوق تحت فوق تحت لين تنضى، من تنضى بس حطوا هذه كل العيش هاي سحاب وبصل ودهنه وعشار والحمد لله. ويش ويتو خالد؟ على الضوء. الضوء؟ هي. يعاني محمد؟ يعاني؟ يعاني. محمد؟ الكلمة هي يعان ولا يوعان؟ لا يوعان. ما بيعان. شو بعد يعان بعد يعان؟ حد يقول يعان، حد يقول يوعان. هي جوعان. جوعان؟ هي جوع يسمونها باللغة اللي. همبا ولا لمبو؟ لا بدو يقولوا يوعان. يوعان. حد يسميه لمبو وحد يسميه همبو. ايه. ايه. بمبو. والبحرية تسمونه؟ بمبر. بمبر. بمبر بالسناسي. ايه. ايه. خلينا يلجموا لك محمد دلي جديدة. الله. ايه. بس هاي من الصبح. ايه ايه بس ها. فنيال ورا فنيال. فنيال ورا فنيال ورطبة فنيال ورطبة وفنيال فنيال ورطبة. نعم. يا مرحبا ابو عثمان، يا مرحبا. اليوم ولا ظهرنا ولا حتحركنا. ماشي. عيد عندنا اليوم. عيد. ابو عثمان عندنا. اي والله. قدامنا الرطب طال عمرك والهمبة والتين. اي والله ويوعان. وش اسمه؟ وبعدك يوعان. والفيفا. يوعان. ويوعاني. يوعاني. اي. بس ادويها شلها خلاص. صح هذا السن عليه ما لعب. اي لين الحوت. ايه. خلاص. ان شاء الله وين بيني وبينك. ماشي بعنا هذا الفرض ما فرض غير هي ما شاء الله عندك نواعي النخاء كل كل قرطاسة من نوع إيه قرطاسة من نوع إيه آخر استمر بنا شافوا في يديه حجة ماشي بعنا من هذي والله ما يصير البدو جدا العراق والأردن وسوريا ودير الزور من ناكي والأطراف سوريا حدود العراق وبني شمر مناكي ولا يقولون جيعان جيعان احنا جيعانين نحن نقول يعانين يعان نحن نقول يعان ومعليوي تقول محمد في معليوي ها عبد العزيز نمش هي شو يقول بس وين وشو يمثل هي تمثيلي موجود انزين شو يقول يعان يوحانه يوحانه ما قالت يوحانه لا نباها محمد سبع مرات ورا بها خلالك عيون خلالك خلى خلي خلي ولي تعال صد جاي ابراهيم ابراهيم زين ها اشوفه يوحانه 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 حمد سوينا ان شاء الله حنصور لكم بسكوت للاستعمال اليومي تعال عمي عندي بيضه واحده كوب سكر كوب طحين كوب نشا وعندي نسخه شوكر بيكنج باودر عندي نسخه شوكر فانيليا وعندي شويه مليحه ونص كوب زيت وعندي خشوبتين كاكاو هذا الاسود وعندي خشوبتين ديال الشوكولاته هذه وخشوبتين ديال الطحين شنوعه شنو الطحين رقم واحد اول شيء كنحطوا البيضه بسم الله وكنحطوا الكوب ديال السكر وكنحطوا المليحه وكنشخلوا هذه الاشياء بحال هكا شوف سهل شو ما كتشخلوا نزيدوا الزيت من بعد الزيت نزيدوا الفانيليا شو ما كتضربوا هكا لغايه ما يذوب لكم السكر وكنحطوا الحين النشا كوب واحد نشا كل كوب كوب هدا شوفوا هالكوب تهز 100 ملي هو القوام ديالها بس شوفوا الكوب قلي منه شي ربع يعني كوب الا ربع طحين رقم واحد هاد العجينه بحال هكا شوف ما لصقت خلاص يعني ناجحه ما نزيدوا لا طحين ولا نقصوا الطحين يوم تسويناه وما تلصق خلاص يلا عمي يعني بسكوت سهل حق العيال جاكم ضيوف على غفله في 10 دقائق يجهز شوف كنكوروا كنضغطوا عليها شويه
كنحطو هنا لازم يكونوا متباعدين شويه عن بعض. درجه الحراره 170 ياخذ 15 دقيقه. نحطوه في الورقه تاع شوف 15 دقيقه بالضبط. اثنين احجام، اللي بين الصغير يسويه واللي بين الكبير يسويه. شوفوا ها الصغير وها الكبير، بس لا تلمسوه نهائي بعد مرور ساعه لغايه ما يبرد. شوفوا كيكون هش. هالخير كله والبيت عمي خالي. الله شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. تبارك الله كانه قرعه دكانيه فوق راسي. قرعه دكانيه. شو اسمها؟ شو اسمها؟ هذه؟ ايه شو اسمها؟ بابايا يعني. هاي بابايا؟ انت شوف الرزه كيف وشوف الهزه كيف هذه من الاول. برا ما تحسبوها برا. ما شاء الله. جيبي. ايوه. بابايا ما شاء الله. ها في فاي انتاج. بارك الله والله تحسبه برا. بنقصها صبين. لا لا ايش كيف؟ ما حنقصها. ها صبر محمد. نعم. هذا بسكوت. ايه. في الاستعمال اليومي. صح. كل يوم. انت عاد على هواك تبع عود ولا تبى صغيرون على هواك؟ لا هواك اكبر. هو كبير ياخذ الكبير. كبير. شوف 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 هان شبعت. هذا الشيء طيب هذا اللون نفسه غريب. هان شبعت منه. اقول لك. كول واعطيني رايك. الله. اعطيني رايك ابو عثمان. رايك كيهمني انا. هكا عمي كول. عمل عصرانية وشي احمر. الله والله جنن جنن. اول مره تسوي شيء لهالدرجه. كل اللي تسوينه في النار كان هذا اليوم زاد عاد زاد زاد. تبارك الله والله. سويت الحين حار. سويت هذا قبل ما ينزل عمي وسويت هذا الحين. سويت حجم صغير وحجم كبير. شو اسمه هذا هو يسمونه؟ بسكوت. بسكوت بس ما عنده عنده صغير يعني اشياء كلها في البيت. يا سلام تسلم تسلم. يتشرب مع شاي مع قهوه. واو انا يمنى اكل زعما عمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه. لا ايوه. انت لا تاكلين انت. ليش مو فاطر؟ مو زين لا لا. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. هالرجال المزيون هالفنان هذا بيصير طالة اعماركم تبيح. توكل على الله. سيارة جاهزة وترية منها وهذا شو اسمه عناية وحين بتوكل على الله. عندنا طالة أعماركم شيء جميل مميز. نحن نعاني نأسب به العين دبي قصدي لمبات الليل وبكرة يومين في دبي إن شاء الله بخبركم عادة. الحين في الدرب برمس وياكم. تعال ياي تعال ياي. جيب سكين 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 مشارة سكين مشارة بسرعة. أنت سيزر مقاس مقاس. هذا طالة أعماركم الحين اللي بيسوي أشار الخضر الغض. أما الأصفر هذاك خلاص هذا للأكل. الغض هذا للأشار والأصفر للأكل. لكم عين تنظر إن شاء الله تشوفون. هذا طالة أعماركم شيء عجب العجاب. من ألد أنواع الأشار اللي يخطر لكم على بال. من ألد الأنواع. هذا ما حد سواه. هذا ابتكاري أنا قلت في خاطري. العرب كلها تسوي همبة آشار ويسوون اليزار والبصل وما أدري شو. لكن دامهم يسوون الهمبة الغض ليش أنا إيه تعرفون شو توني بغمت عليه بغمت عليه. الحين بدال هو ما يوخي بدال ما يوخي عن الورقة هذه ويصير الطرف هذا يقص والله بغى يقص الورقة هذه ليش يعني بلاتك أنت. يلا ماما يلا 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 only the green only the green. يا رب نشوف انت ولا هذه. What's your name? جيمة. جيمة هاي كانت تشوف work in دمام before سعودي. اي حليل رياض. هذا كله الحين كله بندور عليه ما بخلي ولا وحده تعد وتذكر وكل ان شاء الله بنشتغل فيه بنرويكم الطريقه والكيفيه. انتم لو تكتبون على اليوتيوب الاسبوع اللي العام سوينا بعد نفس الشيء خطفنا عليه كامل نفس الوقت هذا وسجلناه في التصوير. كتبوا طريقة خدمة الفي فاي طريقة خدمة الفي فاي آشار الفي فاي في نفس القناة مالتي تشوفون. دور يلا بسرعة سرعة ما يباله دق طبول. هذا ما يباله دق طبول ولا يباله مشكلة بسرعة وارتاح لين عقل ورقة عقل الله ذكر عدوان الله
غايب. يلا يلا وانت ساير. هذا كله طالت اعمارك بتشوف الخدمه، تحطوا على اليوتيوب طريقه خدمه الاتشار، اتشار الفي فاي في قناه خالد الخالدي. ها ماما وليش ودرتيها هاي لك؟ شليهن؟ يلا اقول لك والله يا صاحي ما يدور عندي، الله المتر بسمه. من يجون عندي يتخمكرون. ها ردي، هاي باقي وحده باقي. شلي. الاصفر خلي والاخضر قصي، خلاص دون عليك كله كامل اليوم هذا، ما اردوا شيء تام منه. انتاج كبير ما شاء الله، كل وحده يعني تكود لها تقريبا 20 كيلو 30 كيلو ما شاء الله، كميات كبيرة ما شاء الله يسوي. فهذا ينفع اللي يبونه حق الأكل واللي يبونه حق الأشار على هواهم. أنا هذا كل فكرة الأشار أنا ابتكرتها من 4-5 سنين، والحمد لله كانت وما زالت من أروع الأنواع. شيء فنان وما شيء شراته، اللهم لك الحمد. ولذيذ كأشار ولذيذ كأكل، وأنت عاد حر. ما شاء الله تبارك الرحمن، الحين تدور. الحين في 5 دقائق ما شاء الله. بيدورون عليه في البيت كله، يخلون بس البالغ هبا خليه بناكل ابنه، ولا الباجي كل هذا بيسوى أشعار. ولكم عين تنظر، شيء جميل في منتهى الروعة. إن شاء الله بتشوفون اللي سر خواطركم ويسعدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما تشوفون ويكند، والعرب تحراهم أبوي مريوغين، كل هالعرب هيت وهرب من هالدار. ها قاطين ابو الدار كلني بدبي دبي 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 وماشي عنهم خاطي، ادبي ولا عنهم خاطي. سبحان الله من يعديهم الخميس قالوا يا حبيب النبي وينك يا الدرب وينك يا الهاي واي. الله يحفظهم. طالت عمالكم نحن اليوم سايرين عندنا تطيب عب معينه في دبي الحين ان شاء الله عقب العشاء، وبنمسي هناك وباشر ان شاء الله بنصبح وبنتغدى وبنمسي بكره ان شاء الله في دبي مود، لكن ورا بكره يوم السبت. شو هناك يوم السبت؟ السبت والاحد. اي ما بالله السبت، احنا السبت بنعني، لكن السبت والاحد شو مستوي في العيد؟ مستوي يا ابوكم شيء من سنين انا ما صرت اغطي حدث من هالنوع، لكن المره هاي لان الحدث مميز بس القدم من بضبي لين دبي ومن دبي لين العين. شو لأجله؟ لأنه مميز، لو ما بمميز ومضمون وعائد مضمون 100% جارنتي والضامن الله سبحانه وتعالى، ولا أنا ما بعاني. معرض عقاري، الحدث معرض عقاري والدعوة عامة يوم السبت ويوم الأحد، أقساط مريحة إلى وتصل إلى 8 سنوات، 8 سنوات أقساط ماشي أكثر عن شي بعد في الدنيا ماشي. خلاصة الموضوع اللي يحيد عنده بين سات ميودات، هذه فرصة استثمارية عائد مضمون بحيل الله. واللي قابض الموضوع هذا شخصية من هالدار معروفة ولها باع طويل في التجارة والبيع والمشترى، شخصية مضمونة وضامن الله. بنحط لكم الرقم وتقدرون تاخذون إذن دخول الدعوة عامة مثل ما قلنا لكم، وتدخلون تطمشون فرجة بلاش، شيء جاينك لين مكانك طماش ماشي، ما بتدفع فلوس، يبارك بس اذن تسمع وعين انت تنظر. اللي تخبروني ليش يا ابو محمد تسلط على الفي فاي قطعته؟ طالت عمارك من الفي فاي انا اكل وحده ولا هنتين، جسمت 10 ولا 100، لكن الكميه بالالاف ما حد يداني. ويقيض يوم الناس مسافرة، يوم الناس مسافرة شهر 7 وشهر 8، ما عندي حد في البلاد خالي، واللي يحبون الفيفاي ناس معدودة على الأصابع، ما بكل حد يحب الفيفاي. والناس أكثر شيء ترغب في الشو في الأشار لكل الزمن، ما أكلت في القيض بتاكل في الشتاء، ونحن خدمة بطريقة جميلة وفنانة
زيت السمسم وزيت الخردل وكله وزيت زيتون بأشياء طبيعية وزينة بدون مواد حافظة، فلذلك ما يسوي صاهر ولا يكون كريه ولا شيء وريحة فنان وخنينة. هذا اللي أنا أقدمه، هذا اللي هو أشار الفيفاي. فأنا الخيار الأحسن عندي إني أسوي أشار أخير من إني يصير ويخيس وما حد يأكله. حد يقول لي ليش تقطعون حتى الصغار؟ نقطع الصغار، شو السبب؟ لأن الصغار بعد ما يقارب شهر بتوصل درجة الحرارة فوق 50، والفيفاي ما يقهر فوق 50 مستحيل يعيش، فوق 50 مستحيل يعيش. هذا أولا. ثانيا الفيفاي موسمي، أنا عندي أزرع البذرة حين في شهر سبعة نزرع البذرة، وشهر 9 ننزلها في الأرض، وشهر 7 دور الحول دورة ناكلها طالة عماركم مدة 3-4 شهور لين يظهر سهيل والناس تاكل منها. لكن هاك في حال اني انا موجود، لكن لا انا موجود ولا غيري موجود، وانا اسوي فيه في اشار، انا ما عقق اشاره، فلذلك يكون طعمه زين وفنان ولذيذ ولا شيء شراته في الدنيا العودة. واللي يقول لي ليش تقطع صغار؟ نعم قطع صغار، لان حتى الصغار هذا ما ينمو، لان بتحمى عليه الشمس، درجة الحرارة في شهر 8 توصل فوق 50-53، فلذاك تأثر ليه ويصوجع ويخترب وينعق. هاي حرمة تقول أبو محمد، شو ها؟ هاي حرمة تقول والله يا أبو محمد عندنا عد جموز، الواهي والحرارة مات، استوى أسود، احترق غميضة عليه، ما شوف شو بسب، ما باليد حيل، ما بدي نسمعش ولا ننفع. وايد هالدنيا ابوي كلها لواهيب لواهيب لواهيب، زين يما تبق روسنا ونحن نمشي حرورة، ايش بتسوي؟ هاي بلادك وين بتصير؟ يصير البصل على طولة ويرد على محصولة، لو تصير بتصير يوم يومين 10-20، وين بتفر؟ مالك الا هاي الدار، هذه بلادنا وصابين عليها نحن وهاليتنا بحرها وزرها وعدلها وكل ما فيها، ايش بتسوي؟ هاي بلادك يا الانسان. اما هذا بارك الله فيكم، فواحد يطري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبو محمد، سمعتك تتكلم عن ظلام ولدي أراده وعبد الله سالم من ضنج، ورجعتني للماضي الجميل، وعلى فكرة لين الحين بعد عايش وعرف بيته في ضنج عبد الله السالم والسموحة، ما أدري عاد الباقي شو. أما عن ظلام ويا راده، هاي توفى وطال عمرك مسري، ظلام وخي أراده هاي اثنين أتم خوالك أنت يا عبد الله السالم، عبد الله سالم من هالضنج، عبد الله باجي وسالم ويراده وظلام خواله، ها كلهم توفوا، اتديروا بضبي وسكنوا وحياة يراده وحياة ظلام، سكنوا في جسمه اطراف العين هناك اول اليحر، ايه لين توفوا حليلهم. يا ظلام يا ظلام اشتغل مجهوي اخر حياته عند شيخ محمد بن بطي عقب توفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من دار الحي من دبي، من كريستال عصفور اللي في شارع الشيخ زايد، يعني لكم أخبار جميلة وفنانة، 80% خصم، هذا كاشوفي عين شوفي، 80% خصم مع شو؟ مع تسهيلات في الدفع، عندهم خدمة تابي، اللي بتاخذ من أي كمية من المعلقات من الثريات من المالات المسايد مالات كل اللي تشوفونها هاي الأشياء بتاخذ إن شاء الله خط بألف ولا خط بمليون ولا بعشرة مليون، كل اللي بتاخذ هذا طالة عمارك بتاخذونه يتقسط إلى 4 دفعات تابي، عندهم أشياء لا تعد ولا تحصى من نفائس الكريستالات اللي في الكون، كريستالات عصفور مثل ما تعرفون، هذا الوكيل الرئيسي موجود في دبي في شارع الشيخ زايد، توجد عندهم أشياء ما توجد في أي مكان، أشياء جميلة وفنانة وغير نمونة ورخيص، أسعاره موافقة والخصومات وصلت إلى 80%. شوفوا هذه كم مكبرها، بلاد 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 من كبرها، كانت طالة عماركم 46817 حاليا 10300، هذه اللي بياخذها تتقسط الى 4 دفعات من 2500 2500 2500 2500، طاحت ال 10000
طاحت العشرة آلاف وانت ماخذين لك شيء تحفة لا توجد لها شبيه ولا مثل، ما لها لا شبيه ولا مثل، ريم تربى في غتل. انت تعال الفرع هذا اللي نحن فيه موجودين وبتشوف الأشياء. من الله خلقني من يوم أنا ياهل، شوفوا انتوا شوفوا الأفلام اللي كنا الأول يوم نحن صغار نشوفها اللي هي الأبيض والأسود وبداية الملون. منو اللي كان في بيته ثريات؟ الثريات كانت تقتصر فقط على القصور وبيوت الوجهاء والناس اللي على ما تشوفون يوم تسافرون بتلقطون الثريات بجميع أنواعها في القصور اللي في فرنسا واللي في إيطاليا واللي في بريطانيا واللي في كل أماكن الفخمة. تلقطون فقط القصور اللي فيها الثريات، بحياتك ما تلقط في البيوت من عامة الشعب عندهم ثريات، لأن ثريات استوت وخدموهن من الأساس ما بلعامة الشعب ولا للناس العادية، فقط للقصور. لكن سبحان الله بعد مرور الزمن وكثرة المصانع واستوت وتواردت المياه وآزمة الدنيا خوص بخوص ورقعت السم خصف، ما استوى كل شيء كل شيء مفند روح، استوت الناس كلها خير وبركة وكل الناس واحد، فوحدت الأدواق وكثرة السلع وكثر المعروض من الثريات إلى أن وصل الأول الثريات بعشرات الآلاف شيء منهم بمئات الآلاف الأول، وعقب سبحان الله دقن بعمارهن دقة. حاليا الثريات على 5 و6 و7 آلاف و3 آلاف و10 آلاف و20 ألف. الأول الثريات اللي تشوفونهم بمئات الآلاف، ما أبالغ أني قلت لكم أنا روحي لحقت وانتم روحكم تعرفون، تعرفون روحكم ان الثريات الاول جليل جليل من البيوت. انا ما اكلمكم في وقت الثمانينات والتسعينات، وقت الثمانينات والتسعينات ابتدت الثريات توصل، الثمانينات والتسعينات ابتدت الثريات توصل، وصلت يعني الى 15 ألف و20 ألف. لكن حاليا الثريا اللي كانت هاك السنين ب10 آلاف في التسعينات، الحين الثريا هاي وصل سعرها 2000، لا وال2000 تدفعهن على 4 دفعات، تاب يسوون لك 500 ب500 ب500 ب500. هاي روحها نعمة يبقى لها حمد وشكر. لكن لازم تتذكرون كلامي وشو اللي أقصده، أن في الوقت اللي خطف الأولي في قصور البشوات والناس الكباري اللي الأول، كل هالثريات هذين موجودة فقط عند البشوات وعند الملوك وعند طبقة معينة من الناس، ما تلقط عند كل حد. لكن الحمد لله رب العالمين، حاليا أبوي كثر الخير وكثرت الدنيا والحمد لله نحن في دار خير ودار كل شيء فنان وكل شيء زين. فلذلك كريستال عصفور اللي هو في شارع الشيخ زايد في دبي توجد عندهم مثل ما قلنا لكم خصومات تصل إلى 80% لا 70 ولا 86%. فحين أنت عندك هذه تحفة طولها طول وعرضها عرض بعدها مبتاعة مبتاعة سارت عنكم عاد. هاي قبيضة هاي خدتها هاي بأخوات بنتين ثر مبتاعة حسبي اللي خدها دويق اللي خدهن دويق خد طقم ثرهن واحدة هنتين ثر والله يجننن إلى بعد حدود يجنن. هاي واحدة بعد شوي أكبر عنهن هاي لها وايد حلوات 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 إلى أبعد الحدود. هذا ديزاين ترى كامل شيء بعد منه على أبيض لون فضي. هي تعدد أذواق ولو ما اختلاف الأذواق لبارة السلع. أنا اخترت عادة وحطيت في بيتي المنور هذا، كل يوم أصور لكم الثرية هذه حاطنها. ارتفاع بيتي أنا من الدور الثالث لين الأرضي تقريبا ما يقارب 8 أمتار أو 12 متر. الثريا اللي طلبتها طولها 5. توجد عندهم خيارات كثيرة من هاي اللي يحطونهم في المصريين يسمونه بير السلم وهل الشعب يسمونه منور. أشياء جميل وحلوة إلى أبعد الحدود على حسب ذوقك أنت. بغيت متر بغيت مترين بغيت 10 على حسب أنت المحتوى اللي بين الدرين هذا المنور هذا كم ارتفاع. شوف الأشكال أشكال كبيرة فيه معلقات فيه من هاي كلها أشياء جديدة هاي ما كانت موجودة. هاي كلها الأشياء جديدة مثل خالد بغيت الأبها أضربها والله عليك.
على حسب ارتفاع السقف عن الارض، كم تبى يسوون لك. جميله الى ابعد الحدود. وشيء اللي اللون الهني لون العسل يسمونه هاني كريستال، شيء هذا هذه توها طايحه، هذه توها طايحه تحفه معماري، وهاي تحفه فنيه. شوف هاي ترى اسعارها بالمعقول، اسعارها بالمعقول. شوفوا 8400 من بعد الخصم، قبل كان 38000، 8428. شوفوا شوفوا هذه شيء حلو فوق ما تتخيلون. ضرب الله عليك اللي في هذا. يا جماعة الخير، ترى هاللي تشوفون التهصليج هذا كله، هذا يسمونه كريستال، كريستال طبيعي ما بيزاز وميمع ومكبوس، لا، وعمر المصنع أكثر عن 80 سنة. مصر، المصنع في مصر من يوم نحن يهال ونسيت شارع أبو الفداء وشوارع محي الدين أبو العز، تلقط كريستال عصفور، كريستال عصفور، كريستال عصفور. في خاطري لا اله الا الله، هاي في مصر ايش بيوصلهم الدنيا كلها يوم يينا، ولان الدنيا كلها كريستال عصفور، يصدرون للعالم كله، لهم وكلاء في الكون كله. لكن اكثر بلد واكثر منطقه تستحوذ على نصيب الاسد من كريستال عصفور هم ابويه دبي. دبي دار الحي، لان كل جديد يطلبون دبي، وكميات التجاريه حطوا في بالكم هاللي تشوفونه الحين هذا كل الكريستال مطلي نحاس ومطلي بذهب، ذهب 24. فلذلك عليه قرنتي، دام الرب يعبد والما يورد، دب الحياة قرنتي، لا يحلق لا يصدي لا يخترب، لا منك لا إليك، لا هم من الله ولا هم يحزنون. كنتوا هذه ها 2356، أسعار معقولة، أسعار معقولة في متناول الجميع. $2,908 جميلة وتحفة من أربع ما يكون. 1930 بعد فنانها ديزاين البيانو اللي مسب منه. هذه 1406 يا بلاش. 2176 مع القسط من الاقساط. ها شوفوا هذه الحين اللي تشوفونها 2176، يعني كل شهر تدفع 550 درهم تقريبا او 560 درهم، اربع اقساط طاح ال 2000 دخل في جيبه. من الافكار اللي دوم اشجعها ودوم اقول للعرب، الانسان مش ضروري يبدل في الستاير ويبدل في الزل ويبدل في الديكور ويبدل في الاثاث بين فتره والثانيه. انت تقدر السنة تحط بيتك عمره 10 سنوات، 13 سنة، 15 سنة، السنة هذه بدلت التريات الحول ولا الحائلة، وقت ما الله سعليك بدل الستاير، اللي عقبه بدل كراسي، اللي عقبه بدل غرف النوم، والدنيا ماشية. انت ما تجديد الحياة، البيت روحه، هذا البيت اللي انت فيه بيتك، حياتك، ملكك، هذا البيت انت عايش فيه يبقينك، يكون شيء فيه تجدد في الفترة والثانية. لازم تسوي شيء جديد في البيت، يعطي روح، روح للبيت، يضخ فيه حياة، يضخ فيه حيوية، يضخ فيه شيء جديد يلفت للنظر، أن ياك حد لأني يشوفك بيتك في التجدد، أن حد روحك طيراع البيت، من تجلس بتحس بأناسة في البيت. تشوفونها كلها من الأشياء اللي هي جديدة في كريستال عصفور، كلها أعمال شغل يدوي، هذه كلها أشياء شغل يدوي، بتاخذ حد حد يعني يستاهل ويرزى، شخصية مميزة تبى تهديهم شيء للبيت عندك. خبرني بالله عليك عن هذا. دي تصنع في 525 ساعة، وفي 19000 من فص كريستال، شغل يدوي. ضمان. ضمان 25 سنة، ما يغيرش لونه، لون الفريم، لون الكريستال، عليه ضمان 25 سنة. هذا في مدخل بيت، بين نعم. بين الكراسي، في الواجهة، يعني في المقسم مالي، أول ما تدخل ميلس
جدا على يمينك المطعم وعلى يسارك الميلس، يعني في منتهى الروعه شكله. ربني على الطاووس. الله 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 الله، شوف الزين، شوف الزين، شوف الزينه. هذا تسير على حد متحول، ما بيت ماخذ بيت عادي، لا هذا اللي ماخذ مسوي بيت باننا بهالكثر مليون. تهديها الهدية الفنانة ما ابغى بيضة. هي اللي باني بيت بهالكثر مليون ملايين، ما بتودي له باقة ورد خالي ولا صينية حلاوة، لا تاخذ لها النمونة، وانت انسان مقتدر. هذا ولا ضرب هني فوق نرويكم، ترى هذه طالت اعماركم ثريا، وهذه ثريا، وكل هذي يقال عنها الكريستال، لكن الله سبحانه وتعالى خلق وفرق. ضرب هني، شوف هذا الاصلي. وهذا النقلي. فرق بين الثرى والثريا، فرق بعد الماء عن السماء. ايه كلهن اسمهن ثريات. الشيء الجديد اللي عندهم النيو كولكشن هذه بعد وايد جميله، وبعد سعرها موافق، تخيلوا حتى 2000 درهم ما وصلت، وايد جميله. تخيل يعني مع التابي توصل تديها في 4 شهور ب 2000 درهم. هايها حراها كوشيه، تحيدون الكواشي مالت الحليب مالت الاول على مدين الكواشي. كم سعرها هذه؟ 12,027 درهم. شوفوا كم مجملها، لا اقول كبرها، شوف صورني وانا عدالها. ها شوف كم جميله جميله سلاسلها ودنياها على تكاليف الكوشيه. طلعوا هاي بعد بيضاويه، ها تروم تستعملها كثريا، وتم تستعملها حق صالة الطعام، تم تستعملها وحط وضرب على اللي فوق منها، اللي فوق هاي شو مجملها، اشياء كبيره وطويله وعرض مبلى على لون ذهبي، لون ذهبي وفضي ونحاس مطلي ذهبي. خبرناكم عن الاقصار، خبرناكم عن الدفعات، وخبرناكم عن التابي، وخبرناكم عن الموديلات وعن الاوفرات اللي عندهم، اسعارهم في منتهى الروعه في المتناول الجميع. ما بقى الا انكم توصلون هالمكان الطيب الفنان وتتفرجون، ما بضروري تشرون، تعالوا طمشوا طماشه. الفرجه بلاش، الفرجه بلاش. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا إلى قواعدنا سالمين. زين عاد ناوي أنا لو القط تم نزله مخلي هاي الكراسي طلقات، ناوي أزولها، كان الله رحمها برحمته إنهم لحفتنهن، ناوي أنبحها. إيه أنا زاهب الغلط، أبدا ما أسكت الغلط، ما أسكت. بسم الله الرحمن الله 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 يا ابو محمد، عيني عليك برد. ايش هزين منو هذا بالله عليكم؟ نمر بن عدوان، فليحان، امكاري، شيخ القبيله، هذا منو بالله عليكم؟ رجاء ابو الفتوح، رجاء ابو الفتوح ريال ولا حرمه؟ المهم هذا ابو محمد طالت اماركم مكان بارد يغني يا لي يا سلام سلم. شوف الزين هذا الزين والله زين. صلاح داخل، ترى صلاح داخل متفيزر. شو بعد؟ ها اشوف كم ها زين ما بوايد حبيبي. نعم اصبر شوي. البلخه قدي بنت. يلا تعالي للصالح، جيبوا القهوه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. صليح كيف الحال؟ موجودين. انا ما عارف ايش تقول انت. انا خير. لا شو؟ انا وين تروح باكر؟ شو باكر؟ انت غدا. انت وين تبي تتغدى؟ ما اعرف انت. لا باكر بنتغدى خفيف، لان باكر عازمين على عشاء عمل. عمل مين؟ عمل في دبي مول. عشاء عمل اسمه. في دبي مول باكر بنصير عشاء عمل. انا عندي احساس 100% انه ما جاب الويلتشير. جاب السياره. جبت له كرسي؟ ايه. اشوى ظلمته حسد.
قلت في خاطري ما ياب الويلتشير ناوي ناوي شو حبيبي؟ باتي بنتغدى هني بنتريق بنتغدى ولا انت وانت عشاء انت ما تحاتي الا الصلاة كل الصلاة تحاتي يا صلاح وايد دون الصلاة شيء تغني شارات محمد عثمان انت 24 ساعة تحاتي الصلاة اكل 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 هلو فلبين شو تسوي انت هناك ايه بابا شو تسوي هناك انت عناية شو بيها سنك عندها هو يقول 3 days قبل إيه إنترنت ما في إنترنت كيف ما شيء إنترنت نحن في البيت ما في هنا ليش مقطوع ممكن أريد فلوس بابا عذر ونحن فقراء ما عندنا فلوس حق الإنترنت هذا إنترنت نفر من هنا ما في إنترنت شو مشكلة أنا أول مرة أعرف إن التلفزيون ما يشتغل بلي إنترنت شيء خص الإنترنت شو التلفزيون على الكهرباء شغلوا كهرباء اشتغل التلفزيون وصار مالون هو ما يكلم يشغلون التلفزيون بالكهرباء ما بالانترنت شغل التلفزيون ترى انا ايش تي هذا سير طفي الراوتر اوكي بند الراوتر شغل ما يشغل بس بند ليش نشوف هذا الشيء التلفزيون شغال والله اني حتى التلفزيونات مستوت الدنيا على الكهرباء شيء خص خصالات حبيبي صلاح ما يسمي اتصالات خصالات هذا طالت عماركم واحد عبد الله اسمه يسأل ممكن المطعم الإيراني اللي في لندن أنا طال عماركم المطاعم أسير لها وتعيبني أحط عنوانها ومن أحط عنوانها خلاص ما أحط العنوان كامل أحط بس إلا اسم بعد أحط الاسم وأتكلم وأصور في حال يازي وأحط المديح واللي ما يوزني تراني يسكت ما أتدخل فيه ولا أمدح ولا أطري يا غير أقول أني يعني أنا جيت مرة واحدة لكن ثاني مرة هبي أجينا المطاعم اللي تيوزني أقول تراني أيها مرة ومرتين وثلاث العناوين تقدرون تدخلون على قناتي على اليوتيوب الحين بحط لكم إياهن وطالعوا اليوم زيارة لندن يوم الأول يوم الثاني يوم الثالث الخامس وانت ساير بتلقطونهن في زيارتي أنا كل حياة السناب عندي من يوم ما استوى من قبل 8 سنين لين يوم هذا كل التغطيات والسفرات والسيرات وييات في هال8 سنين كلها من أفراح وتراح وسيرات وييات من دول مجلس التعاون أمريكا اليابان إبليس الشيطان ما خليت بقعة كل موجود على اليوتيوب اليوم بيومه بحط لكم الرابط واللي يبقى أي شيء طبخة طباخ نفاق إعلان أي شيء موجود في خلال 8 سنين اليوم بيومه موجود يتنزل حتى مال اليوم باكر بتلقطونه على اليوتيوب مال بكرة وباكر بتلقطونه على اليوتيوب يوم عندي آخر النهار المكتب عندي تخزنه والحلقة كاملة البث مال اليوم كبره من الصبح لين في الليل ونزلوه حلقة كاملة عن اليوم سمها يوميات خالد الخالدي بنفس التاريخ بنفس الوقت وإذا كان في حدث ولا طبخة ولا نفخة بتلقطونه كله موجود على اليوتيوب
صلاح شو انت مخليني روحي؟ وين اتكلم موبايل؟ بعد تكذب؟ بخير لومك؟ يعان انت؟ احلف كم السكر حينه؟ بليش شو بطلع عليك كم؟ شومي 120 زين زين رقم واحد يعني خلاص ما تبي اكل لا حين تا لازم حاسم لا اله الا الله لا اله الا الله الحمد لله بسم الله ولا اله الا الله لا حول ولا قوه الا صبر جميل بالله المستعان صبر جميل بالله المستعان تعالي الو تعال شوف يمكن مخ ظهر ظهر مخك هذا طلعت عماركم جايينا طلب من احد المتابعين حين نص الليل نص الليل بالنصيفه ابو محمد طلبتك ابي المقطع اللي صورته للفنان معضه الكعبي يوم غنى يا عين لك الله يعيني هي نعم موجود المقطع وحين بنظهره وبنحط لكم اياه كلكم فارق طيب تم ما طلبت الا وجهت صلاح اه تم ولا ما تم جميل. تم يلا يا عيني لك الله يعيني وملاك عرش الله يحرسون يا عيني لك الله يعيني وملاك عرش الله يحرسون ما نور يا جبن الحليلي لا نحت من فرقا ولا هون الحب عذب لو يفطن بها اللي